بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية، تحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا، من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله انطلق شوط النيسان باترول بكب توفيق من الله ورعاية. شوطنا الثالث عشر للأبكار الحقايق ومن مسافة الأربعة كيلومترات. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام، انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات. على بركة الله نتقدم وإياكم مع المركز الأول عوايد محمد بن راشد بن إبراهيم بن راشد آل بحيح من يتقدم مع المركز الأول ومع البداية. المركز الثاني من غيرت واستلمت زمام الأمور من غيرت مع المركز الأول هملولة صالح بن حمد بن علي المري من غيرت وانطلقت مع المركز الأول. المركز الثالث، ثالث المراكز وثالث التحدي من تتقدم مثايل مبارك بن راشد بن مبارك الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز وصلت لوت علي بن صالح بن سالم المري من يتقدم ويقدم لنا لوت مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز من حاف سالم بن علي النجم المري من يتقدم مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية ومع التحدي الكبير. هملولة مع المركز الأول، صالح بن حمد بن علي المري من يتقدم ويقدم لنا هملولة مع المركز الأول. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المميز. المركز الثاني، ثاني المراكز وثاني التحدي من تتقدم على مستوى المركز الثاني. مثايل 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 مبارك بن راشد بن مبارك الهاجري من يتقدم ويقدم لنا مثايل مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز وسط من حاف سالم بن علي النجم المري من يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز ورابع التحدي من تتقدم الفائزة طالب بن عنتر بن كردي منخس المري من يتقدم مع المركز الرابع. والمركز الخامس، خامس المراكز وخامس التحدي أسعار مع المركز الخامس صالح بن محمد بن قطام المري. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية ومع التحدي الكبير. هملولة لا زالت مسيطرة على المركز الأول وعلى هذا الأداء المميز. من تتقدم هملولة مع المركز الأول وتقود المسيرة هملولة. صالح بن حمد بن علي بن حديد المري من يتقدم ويقدم لنا هملولة مع المركز الأول. المركز الثاني، ثاني المراكز وثاني التحدي من تتقدم على مستوى المركز الثاني من حاف سالم بن علي النجم المري. ولكن حصل تغيير من الفائزة طالب بن عنتر بن كردي المري من غير وانطلق مع المركز الثاني. المركز الرابع من غيرت مع المركز الثالث وانطلقت وغيرت مع المركز الثاني من اندفعت على مستوى المركز الثاني من غيرت وانطلقت مثايل مبارك بن راشد بن مبارك الهاجري. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية. هملولة مع المركز الأول، النيسان بالانتظار، الباترول بالانتظار. الله يا هملولة، هملولة مع المركز الأول ومع الإثارة والتحدي. عصاتها ذبطانها 1200 يا مضمرين، يا مشجعين، يا متابعين. هملولة على المركز الأول، هملولة على التحدي الكبير. الله الله، انفردت هملولة ولكن القادمة وصلت مثايل. ومالك مثايل يا مثايل مع المركز الثاني مبارك بن راشد بن مبارك الهاجري. الفائزة مع المركز الثالث، الفائزة قادمة مع المركز الثالث. ولكن هملولة، هملولة، هملولة مع المركز الأول، هملولة مع التحدي. وأيضا اسم جديد وصلت في ثالث المراكز، هدادة مبارك بن علي بن مانع العجمي. العجمي قادم مع المركز الثالث. ولكن هملولة، هملولة مع المركز الأول، هملولة مع المركز الأول. تحركت هملولة، انطلقت هملولة. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المميز. هملولة راحت،
غادرت، غادرت بالباترول، غادرت بالنيسون. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المميز. هملولة هملولة هملولة، الشوت شوت هملولة، الشوت شوت هملولة. صالح بن حمد بن علي المري غادر، غادر بالناموس وبالسلام. ما شاء الله على هذا الأداء المميز. هملولة هملولة هملولة، غادرت 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 مع الميتين متر الأخيرة، غادرت بالنيسان وبالباترول. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المميز. هملولة هملولة هملولة، صالح بن حمد بن علي المري يعلن التحدي ويعلن التنافس في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك هملولة، صالح بن حمد بن علي بن حديد المري المركز الثاني، بن حديد المري المركز الثاني، ثاني المراكز هدادة، مبارك بن علي بن مانع العجم المركز الثالث، ثالث المراكز المركز الثالث سيرة فيصل بن محمد بن علي المري المركز الرابع، رابع المراكز ولايف حمد بن محمد بن راشد الفيد المري المركز الخامس، خامس المراكز عوايد محمد بن راشد بن إبراهيم بن راشد البحيح. تهانينا والناموس لمالك هملولة صالح بن حمد بن علي بن حديد المري من انتزعت هذا الشوط. والنيسان الباترو التوقيت الزمني ساعة وصول هملولة إلى خط النهاية معلنة الفوز. والناموس التوقيت الزمني 5:51 جزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هملولة. المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز حداد مبارك بن علي بن مانع العجم التوقيت الزمني 5:53 6 من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، ثالث المراكز، ثالث المراكز وصلت سيرة فيصل بن محمد بن علي جربوع المري توقيت الزمني 5:55 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.